في ظل الأوضاع التي تمر بها سوريا وما أفضت إليه من تهجير وتباعد بين العائلات، أتى لقاء العائلات معا نحو الله أنا لحبيبي وحبيبي لي، ليعيد تلك المشهدية التي لطالما اتسمت بها أبرشيات الكرسي الأنطاكي. اللقاء الذي أقيم ببركة البطريرك يوحنا العاشر حث العائلات المشاركة على إعادة تبشير أبنائها، خاصة فيما يشهده هذا العالم من نزاعات تشدد على الفردية وتدفع الإنسان أن يكون خارج الجماعة. تيلا لوميار ونورسات رصدت باقة من اللقاءات مع العائلات المشاركة، بحيث قدم كل زوج وزوجة شهادة حياة وخبرة روحية أفضت كل واحدة منها إلى معرفة كيفية التعامل مع التحديات واكتشاف المظاهر التي نحياها في عالم اليوم وصعوبات العيش في هذا العالم على مختلف الصعد، لا سيما ما تنتجه وسائل التواصل الاجتماعي. أكيد مهم كتير أنه نتعرف على ناس جدد، وهذا شيء كتير رائع، أنه خبرة حياتية، يعني خبرة حياتية، وعم ناخد كمان خبرة روحية. الحقيقة قدس الآباء سيدنا أفرام وسيدنا أرسانيوس، هالخبرات الروحية كتير كتير مهمة بحياة الإنسان، خاصة نحن عايشين في حياة كلها قلق وكلها مشاكل وكلها عقبات. بقى هون منجي يعني رياضة روحية إضافة لأنه تعرف على بعض، يعني مجتمع واسع بتتعرفي على كتير نواحي بشخصيات البشر. ركزوا على موضوع المحبة، المحبة اللي هي إنه كمان عطاء ومشاركة والتعاون. أتشكر سيادة البتراك على هاي اللقاءات لأنه عرفتنا على كل الأبرشيات، أبرشيات الموجودة بالبتركية. منتشكر سيادة المطران سيدنا أفرام معلولة لأنه كتير اهتم فينا ولحق كل كبير وصغير بالمخيم، كان مشرف بشكل رهيب، مجمع كل الشغلات، يلتقى بكل المحلات، الله يقويه وإلى سنين عديدة سيدنا أفرام. أنا بتشكر قائد اللقاء غسان لأنه كمان تعب كتير، كل كادر خدمي تعبه، واستمتعنا بكتير الأناشيد اللي عطتنا إياها الدارين. نحب نشكر سيادة البطرك على المبادرة اللي ما يعملها كل سنة، هي مو مخيمات، صارت مهرجان سنوي بنستنظرها من السنة للسنة، اللي طلعنا من الواقع اللي نحن عايشينه مدينتنا، لأنه مدينتنا هي سقيل بي بريف حما، كل يوم تعرض لقذائف وأكثر من قذيفة اليوم، ما يطلعنا بس كم يوم من هالجو الضغط. أول شيء إنه بحب أشكر الله، بقول نشكر الله إنه أتاح لنا الفرصة إنه نقدر نشارك بهاللقاء الحلو هون، لأنه الحقيقة كان تجربة كتير كتير حلوة. وأنا برأيي كتير استفدنا، وكان أهم شيء أنه في نقطتين أساسيتين استفدنا منهم. أول شيء أنه عشنا حياة روحية مشتركة مع مختلف أبرشيات الكرسي الأنطاكي، فهي كتير صعب أنه بهالظروف الراهنة أنه نلتقى من كل مناطق سورية، فنشكر الله أنه ترتبت هالأمور واجتمعنا سوا، عشنا حياة مشتركة بين بعض، شاركنا بالنوم بالأكل بالمحاضرات، استفدنا بالندوات، كتير كان شيء حلو. تاني شيء بالنسبة للعائلة بتصبر، كان كتير شيء حلو إنه كانت بالنسبة للزوجين هي صيانة روحية نحن بحاجة لها من فترة لتانية، فهيك برجعوا الزوجين مستفيدين، في صار عندهم خميرة ممكن، يعني منقول إلى حد ما ممكن بتنعكس بالنهاية على بيتهم وعلى مجتمعهم. فإن شاء الله نقدر يا رب نكون استفدنا منيح لنقدر نوصل للخير. وجدنا خلال هاللقاء في شغلات كتير نحن كنا يعني نفتقدها، مثل مثلا تعرفنا على عائلات من غير مناطق، من غير مدن، من غير محافظات، يعني في بعض الشغلات الثقافة الدينية نحن مثل ما قلت لك نحن خبرتنا كثير شوي ضعيفة بهالمجال، فاستفدنا من خلال المحاضرات من خلال الندوات. هيدا اللقاء هو لمة لكن عيسنا ضمن أبرشيات كل سوريا، هي كثير هاللمة اجت بعد سنين من الحرب، يعني هي مثل فسحة أمل لنرجع نلملم بعضنا نحن المسيحية بهيدا المنطقة يلي هن ضروري تواجدهم، لأنه بشكله هيك بومبونة الحياة إذا بدنا نقول، لأنه نحن تواجدنا بهيدا الأرض نزرع المحبة، لأنه هيدا هي
تعليمنا المحبة والعطاء والخدمة. نحن جينا لهون على لقاء اسمه مع النحو الله تحت شعار نشيد الأناشيد حبيبي أنا لحالي حبيبي وحبيبي إلي. الحقيقة نحن قلنا هلأ اليوم الثالث وبكرة إن شاء الله نختمه بإقداس نحن برعاية وغبطة سيدنا البطراك ومحبة سيدنا أفرام اللي بندعيلهم دائما إلى سنين عديدة يا سادة. مقابل ذلك تطالعك صور العائلات التي تزين قاعات الدير، الصور التي ستدخل السجل الذهبي، لا سيما أن هذا المشعل ستحمله الأجيال الطالعة بحسب ما أدلت به العائلات المشاركة. لم تخلو أجواء الفرح الدافئة التي طغت على لقاء العائلات من نفحات مؤثرة، لا سيما عندما يتم التداول بما خلفته الحرب في سوريا من مآس وألام، لكن هذه النفحات قاطعتها ما بين الفينة والأخرى شهادات حياة تلتها بعض العائلات أسهمت في زرع بذور الأمل والثبات والرجاء. وهذا هو الأجمل في لقاء العائلات، أن يعود كل واحد إلى أبرشيته ودياره حاملا كنزا مليئا بالمحبة والمصالحة مع الذات والأمل بغد مشرق.